في حاجة مهمة لازم نعرفها الأول، حاجة اسمها الفايل تايبس، يعني أنواع الملفات. فلاش بيتعامل على فايل اسمه FLA أو فلا فايل. الفلا فايل هو السورس أو الأصل اللي بتتعامل عليه، وده اللي دايما لازم تشيل منه نسخة احتياطية، يعني كل ما بتعدل شغلك تعمل نسخة احتياطية، عشان لما ممكن تعمل حاجات وتحاول ترجع فيها فما تعرفش. فالنسخة الاحتياطية بتعمل لك زي ما بنقول تقريب زمني لأفضل حاجة كنت انت عاملها قبل كده. ال FLA بيتعمل له حاجة اسمها Publish. Publish يعني نشر. Publish يعني بنحوله من FLA لSWAF. SWAF هو المنتج اللي المشاهد بتاعك بيشوفه أو الفيور بتاعك بيشوفه. غالبا بيبقى جوه كونتينر HTML فايل جوه براوزر، يعني عشان تشوفه على الانترنت. فلاش بيسبورت كمان ان هو يقبل يستقبل فورمات اللي هي AVI الفيديو، ويعملها كومبريس في شكل صغير قوي اسمه FLV. فانت كده ممكن تعرض فيديو جوه الفلاش في حجم صغير جدا. هنشوف قائمة فايل في Publish Settings. لا، هندور على Publish Preview. HTML ديفولت، الديفولت HTML يعني هيببلش السواف فايل بتاعك جوه HTML او فلاش بس او HTML بس. طبعا في جيف يعني انيميتد جيف او جي بي جي او بينج او بروجيكتور. بروجيكتور يعني ستاند الون بروجيكتور، يعني السواف فايل جوه البروجيكتور بتاعها ك اي اكس اي، كملف ريدي تو جو، يعني اللي هياخده مش محتاج حاجه تانيه عشان يشغله بيها. وفي كويك تايم، كويك تايم يعني فيلم كويك تايم. اوكي، هنرجع لحاجات تانية. هنبص على انيميشن صغير يورينا سايكل. اوكي، فلاش فايل جو اتش تي ام ال كونتينر بناتج سواف فايل او اف ال في. زي ما انتم شايفين انا ده الفايل اللي كان على مساحه الشغل، وانا عملت له كومبايل. طيب اعمل له بابلش HTML او F12. اوكي، هبتدي اعمل له بابلش ويطلعه قدامي في البراوزر. زي ما انتم شايفين انا بستخدم موتزيلا، فهو طلعه جوه البراوزر قصادك اهو. تمام، هنقفل ونبص على حاجه ثانيه.